السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون
شره مستطيرا. ويطعمون الطعام وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم وأكواب ويسقون فيها
كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.